اقرأ أخيّا ورتّل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. شيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن عوراتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك حتى من تحتي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. صدق الله العظيم. عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة هامت في العقيدة أجيب عليه مع الذكر الدليل من القرآن والحديث ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب، لأن العقيدة التوحيد أساس سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا، والدليل قوله تعالى في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لما يحب الله من الأقوال والأفعال، وذلك كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء إلي أحب مما افترضته عليه. كيف نعبد الله؟ كما أمرنا الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد. أن نعبد الله خوفا ودمعا. نعم، نعبده كذلك. قال تعالى يصف المؤمنين: يدعون ربهم خوفا ودمعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والأنبياء أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ما هو الإحسان في العبادة؟ الإحسان هو مراقبة الله تعالى في عبادتي. قال الله تعالى:
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لماذا أرسل الله الرسول؟ أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة ودينهم واحد. وحرك بعض الحنفسود هنا حديث عن هروس آخرني. لماذا محو قلقنا الله إله محو نوأوره قلقنا محو نوأوره لنعبده إنا عابدنه ولا نشرك أن نشرك به أسماء شيئا شيء. الدليل أو دليله قوله تعالى كلام كأله: وما خلقت مؤمن من الجن جنية والإنس إنسي إلا ليعبد إنا عابد مؤمن. وقالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دفس وسلم على تقول حيري: حق الله على العباد حق على محاوضة ومذكو ليه أن يعبدوا إنا عابدان ولا يشركوا أن نشرك بألم شيء شيء. كيف سيدي نعبد الله إلهي سيدي نعبدنا كما سيدي أمرنا الله إلهي نوع أمره ورسوله رسول كسا. قال الله تعالى إلى وحيري: يا أيها الذين آمنوا كوي إرمياه أدعوا الله إلهي أداعة وأدعوا الرسول رسول كسا أداعة ولا تبذلوا بربرنا أعمالكم عماشينا. وقال إلى النبي صلى الله عليه ونحرس عليه تشيسا وسلم على ندقل وحيري: من عمل كيسا ما عمل يشقه ليس عليه أمرنا دينتين كم دهن فهو الرب وانكو علينينا سازرت دا سمينينا واحد دينتين شقه عن دينتين كم دهن سازرت دا يوم الآخر وانكو علينيا. وبالله تفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوعنا اليوم أسئلة والإجابات تتعلق الأذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين قضاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من قضاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من قضاياي كما اللهم اغسل لي من قضاياي بالثلج والماء والبرد. اذكر تعالى الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبح قدوس رب الملائكة والروح. اذكر دعاء السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبح القدوس رب الملائكة والروح. اذكر دعاء جلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني وارفعني. اذكر دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وسق سمعه وبصره بحولي وقوتي فتبارك الله أحسن الخالقين. اذكر التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اذكر دعاء التشهد الأخير قبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحياي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم تتعلق في أحكام التجويد وخاصة في أحكام المد. ما حد المد لغة واصطلاح؟ بسم الله. هو أما لغة فهو المض، وأما اصطلاحا عند القراء إضالة صوت بحرف من حرف من حروف المد. إلى كم قسم ينقسم المد؟ ينقسم إلى قسمين، هو أصلي وفرعي. ما هو المد الأصلي؟ هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. ما هي الحروف المد؟ حروفه ثلاثة: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. لما سميت طبيعيا؟ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقص عن حده ولا يزيد عليه. ما مقدار مده؟ مقدار مده ألف وهو حركتان، نقصا وصلا ووقفا، ونقصه عن ألف حراما شرعا. مثال ألف قال، ومثال واو يقول، ومثال ياو قيل. ما هو المد الفرعي وإلى كم قسم ينقسمه؟ هو مد زائد على المد الأصلي بسبب من همز أو السكون، وينقسم إلى 13 قسما. ما هو المد الواجب المتصل وما قدر مده؟ هو أن يكون المد والهمزة بكلمة واحد، ومقدار مده خمس حركات. مثاله: جاء وشاء وسيء وصوء. ما هو المد الجائز المنفصل وما قدر مده؟ هات مثال. هو ما كان المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، ومقداره حال ترتيله حركتان، وحال تدويره أربع حركتان، وحال ترتيل أي تجويده خمس حركات. إن أهركن مانت سو غارسيان أود كودا معانك صبري تمام. إلهي يا تاسو قم هذا علينا إن هلك ما حروينا إن كلا وذاك إن شاء الله إن براروجين ير أو كسابسن والدينك إن حريرك كده حي معانك يوالدك إن سومالي هذا نها داوبنا عيالك وحوص درنا دوسية ده أنا وقها لنا إنه معلمين إن والدينك إن ساسا كلا عبياش وحي أوراديان والدين تساسو كلابياش وحي وراديان عيالك قوت كي يكونوا لنا هاي هو يمكن وحي يسكو ديان إن عيالك برباريان يقرق جوغان. لكن هال مشكلة دو جرتا يا إلمي يقرق مرك جوغان إنت بلان كما ورخبنا أن والدين تحكو مشغول سيدي عبياش إلمو دو سيدة يعان بيلكو دو يو لعبت التسجيلات كوحبار الشغل يوحاس إن حاليان هو يمكن إن عمتد وكريان دارك وما يران إنت السوكلية إلمي دو سيغا لوصو ديرا كبعد حافظ وكسو لابتا خوف كور خواه وحوديه وانت بدن والدين توالد يرو إلى هنا حريصة أو برا رخصن ما هنا انت بدن أبا مركو ما هو بروه وسك قلا وجالين هاي هايد ما تدن عيال كي كداشة ويس عيد الناس سكالة دول كيس كدكتا عيال كمال ما فتح أركنا ويس توريانا يان دير بين حافظي حافظي ودي وين وحاسدنا وحاين وحاو أسدي كرا عيال ك إن جوري قالوا مراقبة لهويين كي أبوي أبياش ee xilliska saaran ilmaha inay tarbiyeeyaan ee wax u sheegaan ee la naqshadaan ee waqti la qaataan ma aha kaliya macallinka inuu xilka saareen macallinka wax buu baraa laakiin gurigana soo kale in waalidiinta ilmaha ka warqabaan ee maxaa haytay la fariistaan caashirka waxbarashada heerka ay marayso in macallinka lala soo xiriiro la weydiiyo ciyaalkiisa heerka ay taagan yihiin hooyada soo kale ilmaha inay wax u sheegto ay waaniso in maxaa haytay beenta ilmaha laga ilaaliyo hooyooyinka aysan beenta wax sheegin saasoo kale aabayaashana ayagana saasoo kale
إن عيالك لا شاكتان لا فرستان وقت سيان إن شاء الله إن مركا أنت سو يا وسو جو جبين يا ميبد كلية ما هن معاني كين لا وسو درا والدين إن شاء الله إن حلس كسارة عيالك تربية ودلو قادو قريقنا لغو وقاي لغو مرخوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتين الحمد لله ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد هل كانوا إلهي ومهد أسقناتي الحمد لله الشكر رب العالمين ولكي علي محمد علي عمر هوي إيسو بربارة كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيوه معلن كيغة أو أكتي دقالي كوه محد قارهان أيو علينا يا ويل كيغة بقول إيطماني أفرت ما أنت دمية ما شاء الله يا الله يا الحمد لله الشكر رب العالمين وحول بن إلهي مهدي سأيك وسقنات إيه يا الله يا معلن كاين قدون سي soo gaarsiinayeen waxaan leeyahay aadiyad ayaad u mahadsantiin kun iyo koojer waxaan rabaa inaan ka hadlo quraanka iyo fadliga uu leeyahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri soo ka hadlaya cilmiga qofka markuu cilmi barto iyo qof markuu cilmi baranin labadaas qof waxa u dhexeeya waxa la yiraahdo farqi ilaahay quraankiisa wuxuu yiri qul laystaw alladheena ya'lamuna walladheena la ya'lamun mii ismihiin qofkii wax bartay iyo qofkan wax baranin marka waa dareemi kartaa cilmigu waa nuur jaaligana waa mugdi qur-aanku waa asaaska waxyaabaha la barto waxyaabaha ugu hooseeyo la barto waa qur-aanka waa qofka hadduu qur-aanka barto waxyaabahan kale qur-aankaasi soo raacayaan taabiciin naqanayaan marka sheyga la barto ugu horeeyo haddana ugu adag waa qur-aanka kariimka waxaan leeyahay dhammaan waalidiinta waa inay ku barbaariyaan ubadkooda yaryarka qur-aanka kariimka inay bartaan inta ay yar yihiin maxaa yeelay geedka intuu yar yahay ayuu ku fiican yahay in la toosiyo mar hadduu weynaado qaab loo toosinayo ma lahan kitaab yidhaahdo aclaam alxumqa waalmuqafiliin ayaa wuxuu qorayaa isagoo ka hadlaayo macalimiinta qaar iyo sida dugsiyada qur-aanka ay yihiin isagoo ka hadlayaa qis yar ayuu qoray ayaan ka akhriyay wuxuu leeyahay waxaa jiri jiray macalin dugsi qur-aan macalinkaas arday ka mid ah ardaydii dugsiga waalidiin ilaa arday waalidaa dhalay wuxuu ku sameeyey macalinka wuxuusan jeclayn oo ah in bilihii sidii loo rabay uusan u bixinaynin kharashaadka ama lacagaha fiiga dugsiga lagu dhigto oo aada iskaga yar wuxuu sameynaa meeshii bishii koowaad iyo bisha labaad iyo bisha saddexaad isgaarsiinaa bishii koowaad ayuu lacagtooda keenaa markii bisha saddexaad la gaaro marka macalinkii wuu ku wareeray marka ardaygu ku wareeray marka macalimiintiina isku mid ma ahan macalinkii go-aan wuxuu ku gaaray marka inuu asigana maadaama bilihii bil kale dhowr bilood sadhex geliyey asigana aayatan biaayatan macnaha inuu sadhex geliyo macnaha maadaama bilihii oo kharashaadkii sadhex geliyey asigana wuxuu dhahay anina qur-aankii aayatan biaayatan suuraddan aayadaa kasoo qaadanaa suuraddaas kale aayad markaa sadhex gelinaa wiilkan ka arsanaa yidhi marka aayadoo baray waxay ahayd sidaa tan ayay udhexaysay waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciidu yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan wa akiidu kaydan famahil lkaafiriina amhilhum ruweydan meeqa suurada isku soo qabtay wax isku dhow maahan marka sidaas darteeda waalidiinta waxaan ku baraarujinayaa in saas ilmood aan la yeelin sidii loo rabo fiiga kharashaadka ay ugu bixiyaan macalinka maxaa yeelay qaybta koowaad aad dareemi kartaa وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تقصص يوسف يا دنا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا
وأكيد كيدا فما هي للكافرين أم هي المرويدا مرك قدار أو صلابتي مرك إن شاء الله تعالى كلمتي على سيان كسوك بقبينة يا آذي هذا مازتين بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووحبضا وجهديا ووحبضا وفكرة قليي مدارسة إلهي حفتيو مدارسة إيسا يا أهل كيسا يا أسيغا يا دين كيسا الله حفتيان لنا وحاما حضل والدين تان وشرفت لي وصور نبر أدايقاي و أين هيسا داد بدا وبلد كان كنول أين إنتان هيسا أيا أيغونا محضل وحنا ما علينا معلم كنا ونحسن وعلمهني ما أنت أنا أذوق فرحتنا هاي بغل كيو بغل أنا علم عروت قال الجبني إذا جبر أنا بيد هاي إيمان أحمد علي هذا أذوق فرحتنا هاي بغل كيو بغل وجبر دينتي أولي بس تنك استوى الله إذا درس قال الجبني إذا أنا شو هذه وهو والد كل واحد رأس إذا سوق له علمها إن مرالك الله ونشوف اللي ده قال الجبني عيان ولا لجوه و لقرب تاكنا دي اوغادان والدكين وفرحسين يا قليل جيمتو دي وحبرشدو دا تالا بادو حنو ماذا إلينا والدين تكسو قيب بشا دمان وماسين ساقي يهوين با وحنو ماذا إلينا معلنكا وحوي المها كنت ذالي ووقت بدن سوقلي وجود بدن سوقلي إن شاء الله تعالى ناشان روامال خير بدن إلهي وحنك برينا يذوق إلهي نشوفانك إن شاء الله مره بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا مركز وحنكم بالله يا حمد الله سبحانه وتعالى إلهم بامات إسكاله هل كانوا كل مية هل كانوا كل مية ورق كله كما قالوا ما شاء الله وقت كانوا قبل وان أسكر خطبة وان أسكر الرب marka war badan ayaan sheegi laakiin ma sheegi karo macnaha waxyaabaha jir oo go'd waxaan ka bilaabayaa awalan marka hore dugsiga xafladan ka socoto oo dugsigeeni ah dafcadan waa dafcadii toddobaad ilaahay umba ma arkaa sanoo saalay oo nama ka siiyay kadib ayaan dadaalnay waalid iyo macallin wada socod umba dadaalay kadib waxa ahaaday ilmiina qadin jibshaan waana dafcadii toddobaad sida dareemaysan oo ku qoray marka saboorka mid kale to waxaan ka hadlayaa laba mowduuc hal mowduuc ku saabsan wax barashada macnaha macaamil ka dhaxay waalidka iyo macallinka ardayga leensembri macaaniga macallinka wuxuu ka hadlay xaq qiimo badan sidoo macnaha ardayga wuxuu macnaha wax barashisa si sax ah u noqon lahayd macaal ardayga shuruud gaar ah ayaa laga doonayaa macaalinka shuruud gaar ah waalidkana shuruud gaar ah ayaa laga rabaa shuruudna caas markii in la sheego markastaba aan sax xusuusino muhiim waa maxay waa shaqadeena waa anaga waxa shaqadeena tahay in cunug wax barno markasta aan habeeno cunug tarbiyeeyno fahmiisan mid kale to ilmaha waxaan barna anaga quraan kaliya uma ahan laa cunug quraan aan barna tajwiidkan barna waa habeena intaas kaliya kuma gaabsanay waxaan ugu darnaa akhlaaqiyadki ahadiisi dhinac ka soo macnaa waan ka tusnaa maxay yeleey quraanku kaliya macnaa hadii la baro macnihi aan la barin xogaa cunugu waxa moodaa inuu xogaa qallin yahay laakiin cunugu aad barto ahadiisa barto macnaa tarbiyada barto od qoyso cunu marka akhlaaqiyadki ka fiican ayuu noqonayaa macnaa waalidka macnaa baarim ziyada u suubiyo dadka weyn xushmeeyo macnaa taariikhda nabi sallallahu alayhi wasallam yaqaan noqonayaa xogaa wanaagsan ama quraan hadda cunuga barto kaliya waxa waye wax gaara maahan wax gaara habyaratay maahan maqleysan marka saad dareemisan maanta aad aragtaan ilmihi waxaan barno quraanka kaliya maahan ahadiisa la socoto ahkaamta la socoto xataa naxwadi xataa waa la socotaa adkaaraadki habka loo jiifto habka loo weysa qaato habka loo jiifto kullu aan barna anaga anigu macnaha isleh marka wax toosiyo cunugu macnaha akhlaaqdiisa habeeya taas marka aad dareemaysaan waxay ku ahaanaysaa macalin dadaalay marka hore kadibna waalid hadana la dadaalay iyo arday marka fahmo lahoo ilaahay waafajiyey inuu barto maxaa yeele meeqa arday
أو حلبر ليه أو فهموا ذا جابن تاعي أري رباني مركه تاعي وائل ثبرك الله صعده واحد عيب ماله لكن أرض بركه ونكسين أو أنا أو عفمت كيس أو ونكسين هاي واحد بركره والد كان أويها والد مركه الله شقينا يا معلنك يا معلن مجتهد وعنق أكفر ده يمركه وياه وحامنا صباح يا إله ألد ألاك أدو قدر صباح يا معناها أرضي ونكسن مرك أرضي ونكسن سينكو هيل كرنا مرك أنا جا وحامكو هيل كرنا إن معناها والدين إن الله شقيان أنا قال إن قنو ضد داعظ أو حلالة أو خيانة سمينين أو دوكسي كسوان أنا دوكسي مع أن كده حبيحينين أنا معنا فصح جوني لهين ومعنا دوكسي عقع إلى معن سحلة وقوسار قف كست شقدي سنة مره كروش شاقو وحبا صابحو إلهي معنا قفك داعظ إلهي سيدة مقادنا مقلسان قفك داعظ إلهي مقادنا سبحانه وتعالى أنا قفك أن داعظه إلهي وقادنا هو إلهي وجد قفه مكت قيان ما في عنا مركب والد كان حلق ربا والد أصلا داعظه لا شقي معنا كما يقع أرقنا والد نهاية معنا إلماء وكو كاني وحبار العكتر الديار وكان هو اسكان بحايا ومعنا كي عنقوا نحب مسؤول إلا شقيينين مثل نهابين كحبرينين كنترولين لحساب تمينين مركب الجو نور صرنا كو نهاية معنا عنقا وحو يقال لماركو عنقا وحو يقال لماركو سيكو نهاية ساعة انت سو صنات إلو جوكتي هل ما لميت العنقان علدو ليهاي أما معنا هابينك وحما أخريو أما هابينك وحما برامي ترم حسابة أو جيدة أو تحانا أني أذيك ملهين ما سأل أرسل كدب أدخل برط قيريس وحيالا معنا والد وكوغ الدنيا كمتها قالت كان معلنك معنا معلنك وهاكرا والد كان وهاكرا قالت كان ميالك سوكي ماكرا لكن مكرا والد كان والد أن كفيرنو ساسا كميدا مركو والد وحال قربا معلنك مركو يها معلن في عن قرمو أغانا مركو ولا شقايا أغانا معلنك هذا بقشو والعلم كونتراشو أوضو حبرتو أوضو عنقا يترى عنقا فهم ليها مصمالي أتراهو وحاكو صباح يسو عنقا معلنم خود دالا مسكو من دالاكو صباح يسو لكن مركو أذن عنق أذن كونترولين معاكو صباح يو معاكو صباح يو مجران ما فانتي مركو دور صور انت تجوغ تجوغ الهات وتم كأنا مالهاي أتقارد انت براروك تقليلات عنق حميقاني عاسم يا عنقا معلنك عنقا سيد حسنو كجرا وحو برلا ماركو علي حلو حياس كله حوا حياة دليل والد والد قطار واي نين عم علنك لفتي مع دليل دليل ومعنا والله هكرا حكم حكم ليش عنوك أم علنك وهجرب حنا كم إذا عشان أميرين أصلا لصبعين ودريرس كأصلا كده جيسن الله الله ذي فصحيح فربضن وحياة بضن أجر دليل شو معلنك وليه أجر أصلا إنه معلنك سكر رافو قصر يقطعه مين تقال تال حاجة لك وعاد كله كدر يا أكو جبينا يا وحاجر تو أريمو حفلت أن قابنا در هذا جرتو هذا دو قابناي وشعبان كاركاس كسا جرتو كومنات وهو هذا لي برنامج سوقف إنا نقول هذين ما دام أرجع حفلت أن قابنا وإنا مناسبة ظهر أنا هذا أن وفاء ديستو دتكو شجع اللي وقفك مدرسة أن كوجرنا وإخواني والدين يدقيستا ما شاء الله وإيجار إيجار أن نقول ديبا بالكستو هل برن ديبا ما ديبي كارو أنا نقول مركز وحان أصلنا أنا كدالينين إلى أنا هيلنق أضاد خير قبل وأما ذلك جوج أما جوج دبده النقض أنا هيلنق كم دالين كم دالين ما قلسان مركز بوركاس أركسان أنا يا وقف كي الندم كيس أنقصوا شرحني النقض قرن أضام هذا خير قبل أنا حواي مركز تيجوجان ساعات كست تيجوجان قدرت إن معنا وعذار يا مقلان هذا إلهي عن أو معنا أو قدره أما وافجي كلي أم بعد ما معنا مركزنا وهذا دولك إنه يهاي مركزه وقف أم بعد عن هاي أو دولك أو يه إيجاري هاي أو أبدا إيجارا يعني أرد بقول جالس أنا أن أمشي ليش كهايو دول أن له هينين ما أنت مركز دول جد كروي جيران كل حاجة معنا قريب جد كراجرو ها سايق ثمرة ويت هاي دول أن جدنا معنا هلا أنا دول كان كوقف يعني معنا أقو وأقبلينا انت انا هيا معلم يو قدون واقبلينا وعن فينا ماله لكن دا والدين اللي دوكسي ومعلم كيليا ماله دوكسي وحا اسكالي والدين والدين مارك اول او قاين هادا او قاين سينا دادك هادا عصوب وماشكو عصوبنا وين او قاذان دوكسي وحو باني هاي نول وقف ايو باني هاي ننك وقف هايو اما قف وقف بحينا ننك اوك انسو حديد كراو وقبانا بلا توفيق شاء الله اقرا اخيا ورتل القران
اصبح بصوتك اسمعي حفظ سينا يا هدية العقيد ان شاء الله تعالى لصعه جزاك الله خيرا وارضي معلنك ايوب بدون سيئي معلنك الهي وحلالنا هاي علمي جيساء منك وانفعه الهي كدوة امين امين Yeah.